مشاهدين الأعزاء، يعد تجمعاً أسبوعياً لأبناء دوعاً يجدون فيه احتياجاتهم من الأساسيات والكماليات، وفيه لقاء اجتماعي لأبناء الوادي من مختلف القرى. تعالوا معنا لنتعرف على سوق الأربعاء. منذ ساعات الظهيرة من يوم الثلاثاء يبدأ بعض الباعة بالتجمع في مجرى وادي دوعاً تحت مدينة بضه، يفرشون بضاعتهم لبدء سوقا مصغرا يستقبلون فيه أبناء بضة والمناطق المجاورة لها، استعدادا لسوق الأربعاء الأسبوعي الذي يجد فيه الزائر كل ما يريده من متطلبات الحياة الضرورية والكماليات. نحن أبناء منطقة بضة نقوم بتقضية الحاجات من يوم الثلاثاء عصرا، مثل الخضروات وفول وحاجات ثانية، يعني محتاجات للبيت من بزارات وأشياء ثانية. أما الأسماك فهو يوم الأربعاء صباحا يكون فيه، وهذا يعني بمسافة سوق لوادي دوعم بالكامل. يعني بلاش دوعم حلو. سوق الأربعاء الأسبوعي بمنطقة بضه بدأ يكمل عقده الثالث من التأسيس، حتى صار ملتقى اقتصاديا لأبناء وادي دوعم ومحضنا اجتماعيا لهم، وظل محافظا على مكانه ومكانته منذ تأسيسه إلى اليوم. تدب فيه حركة غير عادية مع إشراقة شمس الصباح كل يوم أربعاء، رغم ظهور في فترات سابقة بعض الأطراف تحاول إلغاء السوق لذواع أمنية، لكن الإرادة الشعبية أبقته كواحد من شواهد وادي دوعاً. عام 1993 كان تأسيس سوق الأربعاء، والسوق هذا يستفيد منه أبناء منطقة بضة وكذلك المناطق المجاورة لبضة. والهدف من هذا السوق طبعا انه يستفيدوا منه الاهالي في الحصول على احتياجاتهم من هذا السوق، وكذلك يستفيد منه البياعة في تسويق منتجاتهم وبضائعهم. ويعتبر سوق الأربعاء الذي يسميه الاهالي سوق الربوع مقصدا للتجار من مختلف مناطق مديرية دوعاً والمديريات المجاورة لها ومن مدن وادي حضرموت وشبوة، وأصبح عادة متأصلة لديهم ليعرضوا سلعهم المختلفة، حيث توجد أسواق للخضار والفواكه والأسماك والأغنام والصرافة، وللعسل الدوعاني كلمته في هذا السوق. في سوق الربوع حيث يتواجد العسل الدوعاني بجميع أنواعه، القروف والصبيب، وما شاء الله هذا الموسم يعني حصلوا الناس خير. نريد بس لفتة بخصوص الأسعار، هناك أسعار مرتفعة تقريبا كل أسبوع تزيد الأسعار، نتمنى من الجهات المعنية أنها تأخذ هذا بعين الاعتبار و يساعدون في تخفيض أسعار السلع. المواطن الدوعاني الذي يتجشم عناء المجيء إلى السوق أسبوعيا لعل وعسى يحصل على مبتغاه بسعر أقل في ظل محدودية دخل الفرد، لكنه يحدث العكس في السوق في ظل غياب الرقابة على البضائع والأسعار.